أهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه معاكم من خلال الأهلي ليلة. وفي بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا في استوديو الأهلي ليلة وعلى شاشة قناة النادي الأهلي، الناقد الرياضي المتميز الأستاذ أحمد عويس. مساء الخير يا أستاذ أحمد، وأهلا بيك، سعداء بوجودك معنا النهاردة. اهلا بيك استاذ محمد، وسعيد بان انا موجود في قناه النادي الاهلي اللي انا على مستوى الشخصي بعيد عن الشغل احد مشجعينه من مهويس النادي الاهلي زي ما بيقول. لقاء ان شاء الله يكون ممتع على مستوى شخصي مش على مستوى الصحفي. انا فاهم طبعا، انا فاهم يعني كمحب للنادي الاهلي قبل اي اعتبارات صحفيه او اعلاميه. ان شاء الله نسعد بهذا اللقاء ويكون ممتع للساده المشاهدين ويتكرر كمان وجودك معنا على شاشه قناه الاهلي. اتمنى. خلينا نبدأ بجدول الدوري الذي أعلن عن طريق اللجنة الخماسية أو اتحاد الكرة المؤقت أو الحالي في مصر. رأيك إيه فيما أعلن حتى الآن بداية إلى نهاية الدور الأول في الدوري المصري؟ بص، هي خلينا ناخد حتة حتة. هو إعلان الجدول 17 أسبوع بمواعيده بالملاعب بكل حاجة، ده أمر كويس جدا، وأنا من أول لحظة متفائل بوجود حسام الزناتي لأنه شاب وصغير وعنده ودارس وكان رايح في حته تانية في الرياضه، فحسام حد شاطر مؤهل كفء ولكن الحقيقه هم لما نزلوا جدول الدوري النهارده حطوا شويه ملاحظات، فحطوا المسامير اللي كانت مع الحاج عامر، يعني ما بقاش في فرق بين الحاج عامر والحاج حسام، هي يعني، بس الحاج عامر سنه كبير وبدقنه وحسام سنه صغير وبدقنه، هي لان لما تقول ان انا هاجل، فما دام قررت وفتحت باب التاجيل يبقى انت كده خلاص خلاص انت وضعت احتمالات للاخلال بالجدول اللي موجود، فكده خلاص انت من بدايه بتقول ان انا لو الامن قال لي اجل هاجل، لو الملاعب مش جاهزه هاجل، لو الانديه اللي هتلعب في افريقيا قالت لي اجل هاجل، لو اي حد معدي في الشارع مش عاجبه اللي بيحصل في الملاعب اجل، خلاص انت ضيعت المبدا اللي انت حاطه، مفيش تاجيل، لان انت ما بتخترعش العجله. ماتشات الاهلي والزمالك والمصري وبيراميدز لو كملوا الاربع فرق، والاهلي الحمد لله هو والمصري الاقرب خلاص اللي اتاكد تاهلهم للمركز بره ملعبهم، لو كملوا مواعيد مبارياتهم في دوري المجموعات متحدده لحد مايو، لحد النهائي. مباريات منتخب مصر والفيفا ديت متحدده لحد تصفيات كاس العالم، فما انت ما عندكش حجه ان انت تقول ان انا هاجل. يعني هنا حضرتك بتقول ان المواعيد كلها من بدايه لنهايه دوري الابطال الافريقي في النسخه الحاليه موجودة، كانت موضوعه امام الاتحاد. موجوده طبعا، مواعيد الجولات موجوده، مواعيد دور الثمانيه بعد جولات دوري المجموعات موجوده، مواعيد الكوارتر فاينل موجوده، النهائي شويه هم اللي فاتحينه لانه النهائي هيتلعب ماتش واحد فلسه ما حددوش ميعاده ومكانه، ففاتحين شويه فيه، بس انت النهائي اللي انت مفتوح فيه انت اصلا ما رحتلوش، انت حددت 17 اسبوع الاولانيين فلسه مستني في مايو، فانت ما رحتش لمايو اصلا عشان تفتح باب التاجيل، فبقيت اديت فرصه. زائد ان انت الجدول الاهلي في طبعا هي قرعه، بس خلينا نتكلم على مبدا تكافؤ الفرص في اي دوري في العالم، اللي بيجري الاول او اي سبق في الدنيا، الحصان اللي بيجري في الاول ويسبق بيبقى عنده افضليه. فانت لما يبدا الاهلي لحد الاسبوع السابع يلعب اربع ماتشات بره ارضه بفاصل زمني 3 ايام، والزمالك لحد الاسبوع الثامن اول مباراه هيلعبها مع طلائع الجيش هيلعبها في السويس وممكن تتلعب في القاهره، فانت بتتكلم على افضليه للزمالك بيلعب في ملعبه وفي جماهيره، او في ملعبه بس مدارين ونقول له بتاع الغير وفي وسط جماهيره برضه، هيلعب 8 ماتشات في القاهره نسبه نجاحه فيهم 80%. الاهلي هيطلع للجونه، هيطلع لاسوان، هيطلع لسموحه، هيطلع للاسماعيلي او المصري تقريبا. دي اول ملاحظه حضرتك بتشوف انها بتدي قدر من الافضليه لنادي الزمالك طبعًا في الاسابيع الاولى طبعا في لان انت بتجري في السبق. هو اللي كان احنا الموسم اللي فات ليه كنا طول الوقت حاسين ان الاهلي بعيد عن الدوري، الاهلي تاجلت له ماتشات كتير قوي والزمالك لعب ماتشات كتير قوي، ففجاه لقينا الاهلي عنده 7 نقط والزمالك عنده 33 نقطه، فبقى في فرق كبير قوي، بس الاهلي كان عنده ماتشات كتير، فلما الاهلي بدا يجري في السبق فبقى الفرق اقل 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 طول الوقت. انت وانت بعيد ولعب ماتشات اقل او بتلعب ماتشات اصعب والدوري فرق، فالمعنويات بتقل، انما وبدايه الدوري بتبقى الفرق لسه مش مستعده قوي، فانت هل تقصد يا استاذ احمد ان بعض الفرق ظروفها سواء الجدول او حالتها او انطلاقتها بشكل عام انه لو خدت هي البوش او الدفع في بدايه الدوري ده بيفرق معاها طول الموسم؟ بالظبط، فمحتاجين تبقى بالزبط الفرص متكافئه في الاسابيع الاولى طبعا لانها مؤثره جدا طبعا في انما وبعدين هي برضو عندنا مشكله انه مصر المؤثر ليه يلعب في القاهره؟ يعني ليه يلعب في القاهره؟ ما يلعب في الفيوم، يلعب في استاد الفيوم، يعني ليه يلعب في القاهره؟ يعني ليه مصر المؤثر؟ ما هو بيلعب
في ماتشاته مع الفرقه الثانيه في الفيوم، ليه يلعب مع الزمالك في القاهره وليه يلعب مع الاهلي في القاهره، ما يلعب في محافظته. انت كده يعني الفرق اللي بتلعب بره القاهره في الدوري ممكن نعدهم واحنا قاعدين، الاهلي المصري الاسماعيلي الاتحاد سموحه اسوان طنطا، ست فرق بس من 18 فريق، في 12 فريق بيلعبوا في القاهره. فالحقيقه ده مش دوري، يعني ده دوري مركزي. فانت بتتكلم على الزمالك هيلعب في 17 مباراه في الدور الاول، اربع مباريات بس خارج القاهره. انا هرجع للنقطه دي ان احنا هنتكلم عنها، هتاخد مننا وقت شويه، ازاي كنا نحافظ على ده اكتر رغم اننا قلنا في البدايه انها قرعه، ازاي نعمل التوازن ده. لكن عايز ارجع لملاحظتك استاذ احمد، قلت حاجه مهمه جدا اتكلمت فيها عن اكتر من عنصر يجب ان يتوفروا في المسابقه وانتظامها. هل كنت تتمنى وتتوقع انه الدوري يعلن بشكل ان الجدول اعلن من الى 17 اسبوع او الدور الاول؟ كانوا يقولوا، كنت تتمنى في البيان ده انهم يقولوا ان احنا سنسعى للتنسيق مع كل الاجهزه المعنيه في مصر لاداره امور كره القدم او لتوفير المناخ المناسب حتى لا يتغير الجدول باي شكل عكس ما اعلن. كانوا يقولوا مش ان احنا هنأجل، ان احنا مش هنأجل وهننسق مع كل الجهات عشان ما نأجل. احنا عملنا القرعه يوم الخميس وقلنا احنا هنطلع الجدول يوم الاحد عشان بناخد الموافقات على الملاعب والاستادات. تمام. فطلعنا الجدول يوم الاحد واحنا بنقول ان ممكن يبقى في موافقه تمنيه ما تطلعش. فخلاص يعني انت اجلت عشان تطلع الجدول يوم الاحد بموافقات امنيه، طلعته من غير موافقات امنيه فخلاص. ما هو انت دلوقتي هل هيحصل زي ما كان بيحصل انه الاهلي يبقى رايح يلعب فريق ويرجع من وسط الطريق ويقولوا الماتش اتاجل؟ هل ده هيحصل؟ هي دي مسامير طول الوقت. ما هي الطبخه هي الطبخه، يعني هو القرعه لو جبت صور القرعه بتاعت السنه دي هي صور القرعه بتاعت السنه اللي فاتت. الجدول بيتعلن 10 اسابيع بمواعيد زي الفل. اول ما بتحصل ازمه وحد يطلع يشخط فيهم الماتشات بتتاجل. فهل ده هيحصل؟ يعني هل ده هيحصل ان لما حد يشخط فيهم مش هيأجلوا؟ طالما هم فتحوا باب التاجيل بقى في ازمه. انا كنت اتمنى انه يتم الاعلان الجدول ال 17 اسبوع وما بلاش الدباجه بتاعه اللي هو ايه احنا انه في حالات كذا إنه هنعمل كذا. ما تعملش ده، انت بتحط الجدول لكل فرقه بترتب نفسها حسب الجدول المعتاد والكل يلتزم بالجدول المعلن ده دون استثناءات. انما انت بتحط جدول وانت مش انت عارف ان انت هتاجل، فانت قررت انت قبل ما تحط الجدول وتقول انت مقرر ان انت هتاجل فخلاص، يعني انت واخد النيه. طب احنا ايه دلوقتي؟ ما هو الحاج عامر، هو الحاج عامر المشكله ما كانتش مشكله الحاج عامر حسين، مش في شخصه على فكره يعني. المشكله كانت مشكله التليفون اللي بيجي الحاج عامر اجل فبيأجل، وبعدين لما في ماتش بيتاجل فبيضطر يأجل عليه اربع خمس ماتشات تانية. فده اللي كان بيعمل الازمات، ان الخلل هنا ما بيبقاش في اسبوع واحد او وبعدين تلاقي بعد كده اربع خمس ماتشات، ماتش الاسبوع التاسع، ماتش الاسبوع ال11، ماتش الاسبوع ال23، وبعدين هو بيبقى مضطر لما يعني يجي يلعب بقى بعد كده يلعب ماتش اسبوع قبل اسبوع يبدا يقول لك لا ده كان بيجامل الاهلي ورتب له ماتشاته. لا، لانه انت لما بتلعب ماتش هو مش مرتبط بيك انت بس، انت مرتبط بالفرقه الثانيه، فانت بتبقى مضطر توفق الجدول على الفرق الثانيه مش على الاهلي او الزمالك بس. عشان كده ما دام في ماتش اتاجل الدوري باظ. يعني ما دام انت قررت تفتح باب التاجيل لماتش ده هيتكرر، هيأثر في اكتر من ماتش. ايا كان بقى اللي هتاجل له، اهلي زمالك اسماعيلي المبدا نفسه غلط، مبدا التاجيل نفسه هيفتح باب المجاملات، لانك مش هتعرف ده اجلت لده ليه؟ اجلت لده عشان جاي من سفر 35 ساعه وجاي خلاص. انت بتأيد 25 لاعب عندك عشان يبقى عندك القدرة ان انت تلعب على كذا مستوى، والفرق الكبيرة المفروض انها ما تتأثرش بالحاجات دي وبيبقى الفرق جاهزة واللعيبة جاهزة. اتمنى انه الماتشات ما تتأجلش، واتمنى ان الدباجة اللي اتحطت دي لمجرد تأمين نفسهم لما هو قادم. بس على خبرتي الطويلة بالدوري المصري انه هيحصل فيه تأجيل وهيحصل نفس زي ما بيحصل طالما وجدت الدباجة دي، طالما اتواجدت يعني. طيب هرجع للنقطة التانية، ازاي نقدر نفصل بين كونها قرعة بنفترض ان الامور تمت بمنتهى الموضوعية والنزاهة والشفافية دون اي حسابات او انحياز لطرف او اخر، وفي نفس الوقت ازاي ممكن نعقب على او نعترض على انه هنا موقف الاهلي في الاسابيع الاولى اصعب مقارنة باندية دائما ما تتنافس مع الاهلي؟ ازاي افصل بين الامرين دول عشان يبقى كلامنا مؤثر ومسموع ويبقى كلامنا منطقي وموضوعي؟ هي القرعة المفروض ان هم بيعلنوا اساس اجراء القرعة. اساس اجراء القرعه كان لازم يبقى في اساس للقرعه نفسها انه ما يتكررش ده، لان هم عارفين قبل ما انت بتعمل قرعه انت عارف انه ماتشات القاهره كتيره وماتشات
بره كتير. ما هو كانت القرعه بتتعمل موجهه عشان يخلوا الاهلي والزمالك يلعبوا في الاسبوع الاخير. كان ممكن القرعه تتعمل موجهه عشان ما يبقاش في فريق واخد فرص اكتر من فريق تاني. يعني ما يبقاش في فريق عنده فرصه انه يكسب 8 ماتشات فيعمل 24 نقطه في اول 8 ماتشات في الدوري، وفي فريق ان شاء الله هيقدر يعمل 8 ماتشات برده حتى لو عنده الماتشات الكبيره هيعمل 24 نقطه بس يبقى عنده فرص حتى لو 1% انه يفقد نقط. ليه؟ يعني ليه تعمل ده؟ ما تعمل تكافؤ فرص للفرقتين. اه هتقول لي بقى طب ما هو في الدور الثاني الزمالك او في اخر الدوري هيبقى الموضوع، لا فكره بدايه الدوري وبدايه الانطلاقه وسرعه الحصان في بدايه السبق بتفرق كتير قوي في اللي جاي وفي الضغط، وبتدي في دوريات كتير قوي بتتحسم. الاهلي بيحسم دوريات كتير قوي بدري يعني النقط يعني اللي بيفرق بيضغط 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 فتلاقي فارق 10 15 نقطه في اول الدوري فبتلاقي خلاص خلص الدوري. هي دي، لانك اولا بتصدر الاحباط للفريق المنافس اللي بينافسك، زائد ترفع معنويات فرقتك وتخليها تطلع لقدام. عشان كده انا شايف انه جدول الدوري في ظلم كبير لفريق الاهلي، ولكن لعيبه الاهلي متعودين على ده وفي وسط ضغط المباريات وموسم استثنائي لعبوا فيه اكتر من 64 مباراه السنه اللي فاتت قدروا يحققوا بطوله الدوري في الاخر. تعليقك ايه يا استاذ احمد؟ احنا مش متعودين على لقاءات القمه بقى لنا فتره طويله، بنشوفها في نهايه الدور الاول وفي نهايه الدوري او الدور الثاني، مش متعودين عليها في الاسابيع الاولى. الجوله الرابعه هتبقى مباراه قمه بين الاهلي والزمالك، وكمان هيلتقوا للمره الثانيه بعد مباراه السوبر مرتين لقاءين قمه بين الاهلي والزمالك في اقل من 30 يوم. احنا يعني على فكره ده حصل تقريبا في 2007 2008 على ما اتذكر، يعني هو في الموسم ده او 2007 2008 الاهلي والزمالك لعبوا حد يعني لعبوا الحد دوري ابطال افريقيا، لعبوا الحد السوبر المحلي، لعبوا الحد اللي بعد دوري ابطال افريقيا تاني، ثلاث مباريات كانوا في اسبوعين، الاهلي كسب مباريتين وتعادل في مباراه، فاحنا متعودين على ده. مباريات الاهلي والزمالك لما بتتلعب كتير بتخفف التوتر، يعني بيواجهوا بعض كتير بيتخفف التوتر، زائد اقامه المباراه في الاسبوع الرابع هيخلي الدنيا لسه خفيفه شويه في وسط التوتر الشديد اللي احنا فيه، فاعتقد ومش هتبقى حاسمه قوي في مشوار الدوري. هو ماتش السوبر طبعا هيبقى مهم جدا لانطلاقه الفرقتين في الدوري او طاقه الفرقتين في الموسم الجديد، ولكن ماتشين في فتره قريبه هيقللوا التوتر شويه بين الفرقتين، ولكن اتمنى ان الاهلي ان شاء الله. شايف ازاي مباراه السوبر انطلاقه النادي الاهلي تحت قياده مدير فني جديد، لقاء قمه مع الزمالك اللي ايضا استعان ببعض الاسماء والعناصر الجديده وبيتولى مهمته مدير فني جديد هذا الموسم، شايف ازاي هذه المباراه وما اعلن عن الترتيبات الخاصه بها طبعا بما يشمل موضوع الحكام الاجانب؟ هو الحقيقه حكام اجانب احنا متعودين على حكام اجانب للمباراه القمه، عندنا حضور جماهيري، انا مبسوط جدا ان احنا المره الاولى من فتره طويله نلعب القمه بحضور جماهيري. طبعا احنا كنا بنلعب القمه بحضور 50 فرد و50 فرد، يعني كل واحد بيجيب اخواته ويحضر، يعني صدى صوت في الملعب وممكن نشغل دي جي عشان نسمع صوت الجماهير. فدي حضور جماهيري مباراه الاهلي والزمالك، الحقيقه ده خبر سعيد للكره المصريه، مش ليا ولا للجندي، لا سعيد للكره المصريه، حتى مش للي في الملعب بس، مش لحضور جماهير ده، للي بيتفرج في التلفزيون، اللي بيشوف من الفضائيات كمان. ما ينفعش تشوف مسرح من غير جمهور، صوت البروي بتاع الجمهور في الملعب بيعمل، حتى اللعيبه نفسها بتاخد حماسه، بتلعب في ملعب صامت ومدرجات فاضيه غير لما بيلعب وسامع صوت الجماهير في ودانه، فده خبر وجود الجماهير حاجه مهمه جدا. طبعا انا مشفق جدا على فايلر مدير فني النادي الاهلي، انه اختبار صعب جدا، اتمنى نكون وانا واثق جدا في المهندس خالد مرتجل ان هو اللي كان في رحله التعاقد مع فايلر، هو والصديق العزيز امير توفيق، عارف انه وصل له يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه مباراه اهلي وزمالك، لان لازم يبقى عارف انه مباراه اهلي وزمالك هي بدايه مهمه جدا جدا في بدايه مشوار، ولكن خلينا نكون برضو واضحين ان مش هنحدد عليها مشوار فايلر مع الاهلي، لانه بالورقه والقلم مدير فني للزمالك بقاله اكتر من 5-6 ماتشات بيقود الفرقه، فعارف فرقته وعارف لعيبته وبقى خلاص في توافق. فايلر ما بقالوش اسبوع، نجح تماما في مباراه كانو سبورت وحقق الفوز، ممكن نقول مش مقياس، ولكن لا مقياس، لان مباراه خارج ملعبك، احنا كنا السنه اللي فاتت غلبنا من فريق من الصومال تقريبا او حاجه كده، يعني فريق كان ضعيف جدا واتغلبنا منه وصعدنا وكنا مضغوطين جدا وكسبنا 2-0 بالعافيه وكان ماتش، فالحقيقه انه حقق مباراه، حقق نتيجه رائعه. خلينا نكون واضحين فيها قدر من التطمين للجماهير، دي اول مباراه لفايلر، بس خلينا نقول للجماهير النادي الاهلي
فايلر حقق الفوز يوم الجمعة زي ما نقول خير وبركة، وهتبقى بداية وانطلاقة رائعة. ما قدرش وحصل حاجة، دي مباراة ولازم من لأن احنا عن الأهلي هيبقى عنده مباراة يوم 23 مع سموحة في الدوري. فالحقيقة مباراة السوبر هي مباراة ببطولة، ولكن هي مباراة افتتاحية بتبقى في العالم كله في افتتاحية السيزون، مش مش حاجة. ليفربول خسر مانشستر سيتي في بداية الدوري في الدرع الخيرية، دلوقتي ليفربول متصدر الدوري بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي. فالحقيقه الدوري اهم من السوبر. توني اوليفيرا الاسطوره وكان جاي للنادي الاهلي المدرب العظيم وكان محقق انجازات جباره جدا في البرتغال، جه درب الاهلي وكسب اول مباراه سوبر اهلي وزمالك، وبعد كده في الدوري لعب 9 ماتشات تعادل 4 وكسب 4 وخسر مباراه ومشي في الاسبوع العاشر وجه لم يوفق، ولم يوفق، كانت تجربته مش ناجحه ورجع حتى ورجع تاني الاسطوره مانويل جوزيه. فالحقيقه تحقيق الفوز في السوبر مش هيخلينا نقدر نحكم على فايلر ولا تجربه فايلر وان هو كويس او وحش، لا لازم نستنى ونصبر لانه خلاص هو المدير الفني للنادي الاهلي. كان في تحفظات، انا احد اللي كان ليا تحفظات، لكن هو خلاص بقى مدير فني النادي الاهلي، لازم نقف في ظهره ولازم نسنده عشان الموسم طويل جدا. هل بتوجه رساله لجمهور النادي الاهلي يا استاذ احمد بتقول له اتمنى الكلام على لسانك يعني يقول لي ده اللي تقصده ولا لا؟ طبعا ان ما يكونش تقييم فايلر والجهاز الفني ومجموعه اللاعبين والصفقات الجديده بالقطعه، وانهم ينتظروا لفتره يشوفوا طبعًا فيها ترمومتر اداء الفريق او معدل اداء بشكل عام. انا قلت اللي هو الحدث توني اوليفيرا كان مدرب كبير جدا، سي في عظيم جدا، وكسب اول مباراه السوبر، كسب الزمالك السوبر بضربات الجزاء، وبعدين لم يحقق اي شيء، اخفق في الدوري وضيع الدوري. يعني مانويل جوزيه جه لحق الموضوع شويه ولكن ضيع الدوري، الدوري ضاع بالنتائج الهزيله اللي كانت. فمش هيبقى مقياس ان فايلر يكسب السوبر وبعد كده يبقى لا قدر الله يعني اداء مش ولكن بس. بعد اللي قاله المهندس خالد مرتجي في رحله التفاوض والتعاقد واعلان التعاقد مع رينيه، نقل الهاي اكسبكتيشنز التطلعات العاليه والطموحات العاليه لجماهير النادي الاهلي وللمسؤولين في النادي ولتاريخ النادي انه دايما حريص على المركز الاول والفوز باي منافسات بياخدها محليه او دوليه. ففايلر بدوره نقل ده للجمهور في المؤتمر الصحفي، قال انا عارف حجم التحدي طبعاً والمسؤوليه اللي على اكتافي طبعاً انا والمعاونين، واني بقعد باداء جيد جدا ونتائج جيده، واني هشتغل عشان افوز بكل اللقاءات. فهو بدا برساله فيها صحيح جانب صحيح ايجابي جدا ويتفق مع طموح جمهور الاهلي طبعا، وهو اكيد عارف ان هو بيدرب جاي يدرب مين. بس انا بتكلم على فكره انه لسه ما عرفش الفرقه. مهما كان هو راجل عظيم ما ينفعش انت تحكم عليه في مباراه قمه اهلي وزمالك مع مدرب بقاله 7-8 ماتشات قعد مع الفرقه درب لعب ماتشات لعب نهائي كاس لعب 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 زي مدرب لعب مباراه وجاي يلعب مباراه ثانيه بعد 4-5 ايام. الحقيقه انا مشفق عليه جدا جدا، هي تجربه مباراة صعبه، بطوله والمنافس بطولة التقليدي والمنافس التقليدي لا الماتش صعب جدا، وهو لازم نقف جنبه، لازم جماهير الاهلي تقف جنبه، لازم يساندوه ايا كانت نتيجه مباراه السوبر، لان هي بطوله جمهور الاهلي بيعشق البطولات، ولكن بطوله الدولاب الاهلي ما فيش مكان يعني يعني هيضطروا يوسعوا له حته بس عشان يحطوا الكاس فيه، يعني مش هيبقى فارق كتير، هيبقى فارق كتير المدرب اللي هيقود الاهلي في بقيه الموسم. طيب توقعات الجمهور عنده تطلعات كبيره جدا لدوري ابطال افريقيا بعد الظروف اللي حصلت، ونقدر نقول الاخفاقات اللي ما كانتش على قدر تطلعات المسؤولين او جماهير نادي الاهلي في اكتر من نسخه سابقه لظروف مختلفه. شايف ازاي فرص الاهلي بعد التعاقد مع مدير فني سيرته الذاتيه مطمئنه بشكل كبير، وبعد استكمال الصفوف وعوده نجوم مصابين وتعاقد مع عدد من اللاعبين المتميزين على مدار اكتر من فتره انتقالات، فرص الاهلي في بطوله افريقيا؟ اعتقد انه الاهلي وصل يعني وصل بنسبه 108% يعني عامل تحسين مجموعه وكسب بره، وصل بنسبة 100% ان شاء الله يعني دور المجموعات. واعتقد انه لما مدير فني جديد يجي ويلعب اول مباراة في افريقيا بره ايا كان المنافس وهو عنده القدرة انه يخلي الفريق يكسب بره، الحقيقة ده يعني مدرب انا شايف انه عنده القدرة على الفوز بره. احنا لاسارتي وصل في دور المجموعات ولكن لم يحقق اي فوز خارج ملعبه ولم يحقق الا تعادل واحد مع شبيبة الثروة في الجزائر، وخسر كل الماتشات بره ملعبه، وخسر بالخساره الكارثيه في تاريخ النادي الاهلي سان داونز. فالحقيقه اداؤه بره كان مش قوي، ما كانش بيعرف يدير مباريات بره. في القاهره كنا بنكسب ولكن بره القاهره كان اداء كارثي. فالحقيقه كون ان فايلر في اول مباراه ليه
اول اختبار حقيقي، ده ما لعبش ماتش ودي كمان. يعني حتى الاهلي ما عملش، الراجل ما عملش ماتش ودي. فطالع يلعب ماتش في لوك اوت دور 32 في دوري ابطال افريقيا، اول مباراه ليه مع الاهلي ويلعب هجوم، وهذا الكم اللي كنا سامعين لزميل الصديق العزيز شريف شعبان والنقل الرائع للمباراه امبارح طبعا، وقصه نقل المباراه الحقيقه الكارثيه اللي حصلت من بعض الاطراف وتغطيه قناه الاهلي اللي انقذت الجمهور وتابعت المباراه واداء شريف شعبان، كلنا عرفنا قد ايه الاهلي كان بيهاجم، قد ايه الاهلي ضيع فرص. الراجل بيغير وهو خارج ملعبه، بيغير راس حربه براس حربه، بيغير لاعب وسط مهاجم بلاعب وسط مهاجم، يعني طلع صلاح مروان محسن نزل صلاح محسن، طلع قفشه نزل وليد سليمان، البديلين هم اللي احرزوا الهدفين. فده معناه انه مشاركه احمد الشيخ ده معناه انه الراجل بدا يدخل جوه الفرقه، ولكن هي كانت تجربه صعبه جدا. والحقيقه انا نفسي كنت متخوف جدا، يعني انا رغم انه غينيا الاستوائيه ومش فريق، ممكن يكون مش فريق قوي، ولكن ايا كان الفريق، لكن الوقت كان ضيق جدا كان زي ما قلت يا استاذ احمد، بدليل ان احنا في متابعتنا للتدريبات في الايام القليله اللي سبقت المباراه مع كانو سبورت ما كانش في وقت المباريات الوديه. حتى ففايلر عمل ما يطلق عليه تراي جيم بتقسيم اللاعبين لفريقين من 11 لاعب كل فريق بطاقم حكام في الملعب في التدريبات. صحيح، يعني كان بيحاول يخلق اجواء مباراه باي شكل للفريق بسرعه. انت في لعيبه كمان هو ما شافهاش، هو ما شافش وليد ازارو، هو ما شافش علي معلول، هو ما شافش الانجولي جيرالدو. في مجموعه لسه لعبت المنتخب الاولمبي انضمت للاهلي للفريق وهم في المطار، لانه قبل السفر مباشره لعبوا السعوديه، لعبوا السعوديه يوم الثلاث الاربع الفريق سافر. فالحقيقه لا يعني انتصار طبعا ايا كان الفريق، لو باللعب فريق درجه ثالثه انتصار مهم ورائع ومعنوي وهيبقى هيفرق كتير مع الاهلي في الفتره القادمه ان شاء الله. هل اكتملت الصفوف بعد التعاقدات وكل جهود مجلس الاداره انه يوفر في كل مركز لاعب واثنين وثلاثه على نفس المستوى الشكل اللي احنا عارفينه دايما عن النادي الاهلي ونجومه في كل الخطوط؟ هل استكملنا قوتنا الضربه فنيا ونقدر طموحات الجماهير تبقى مختلفه للنسخه دي من البطوله الافريقيه؟ طبعا، لانه الحقيقه هو احنا كان طول الوقت اللعيبه اللي جت هي المراكز المطلوبة، وكنا بنتكلم على ان احنا محتاجين راس حربة جنب مروان ووليد ازارو، لان صلاح محسن كان لسارتي مخرجه بره الصورة. فانا اعتبر ان احنا بعودة صلاح محسن تعاقدنا مع راس الحربة اللي احنا كنا محتاجينه وكنا بندور عليه في افريقيا، فالفرقة مكتملة. انت عندك في كل مركز لاعب واثنين وثلاثة واربعة، عندك في مركز راس حربة وليد ازارو وصلاح محسن ومروان محسن، عندك مجدي قفشه، عندك صالح جمعه، عندك رمضان وحسين الشحات وجيرالدو اجاييه ووليد سليمان واحمد الشيخ. دي في خط الوسط مهاجم قوي جدا، في مركز اللاعب الوسط المدافع بقى اللي كنا لو حسام عاشور جاله برد ما بنلاقيش حد يلعب، عندنا عمرو السولية، عندنا محمد محمود، عندنا حمدي فتحي، عندنا اليو ديانج، عندك المدافعين رامي ربيعه، ياسر إبراهيم، محمود متولي، ايمن اشرف، سعد سمير، لا عندك في المركز الـ معلول في الشمال، معلول واللاعب ايمن اشرف حتى لو بيتم الدفع بيه كمساك، محمود وحيد، وايمن اشرف عنده خبره كبيره كمان في المكان ده، محمد هاني واحمد فتحي، في الباك رايت، علي لطفي ومحمد الشناوي وشريف اكرامي. لا الفرقه قوام قوي جدا جدا. وحسين السيد رجع مع الفريق دلوقتي كمان كباك ليفت، احمد حمدي، لا يعني المجموعه قويه جدا. فاتمنى انه الجمهور الاهلي مستني دوري ابطال افريقيا، ان الاهلي من 2013 لحد النهارده ما خدش دوري ابطال افريقيا. الحقيقه بعيده، احنا الاهلي من 2005 ل 2013 خمس بطولات، فالحقيقه رقم. هل ممكن نقول ان ده الهدف الرئيسي لفريق الكوره في نادي الاهلي الموسم ده، او اول اهدافه الموسم ده؟ هو الهدف الرئيسي لمجلس اداره النادي، مجلس الاداره والمسؤولين، الهدف الرئيسي لجمهور النادي الاهلي، الهدف الرئيسي للاعيبه النادي الاهلي، الهدف الرئيسي للجهاز الفني، الهدف الرئيسي لاي حد بينتمي للون الاحمر، هو دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا 42 دوري، مش هيزيد الاهلي دوري عشان يبقى 43 ولا هيقل. هنرتبه رقم واحد في اولويات الكوره للموسم ده. انا وجهه نظري ان اولويات الكوره دوري ابطال افريقيا رقم واحد، دوري ابطال افريقيا رقم اثنين، رقم ثلاثه، يعني وبعدين نوصل لحد خمسه. بعدين نتكلم على باقي المسابقات اللي احنا عندنا منها كتير. ده اللي بنسمعه من الجمهور طول الوقت، ده فعلا طبعاً الجمهور بيطالب بيه، واعتقد ده اهتمام موجود عند مجلس الاداره، وعشان كده هم طول الوقت بيدوروا ازاي يدعموا الفريق او يعيدوا بناء الفريق. والحقيقه الاهلي بسكواد اضعف من ده كتير مع كارتيرون وصل للنهائي بسكواد. الحقيقه المجموعه اللي كانت موجوده انا كنت شايف ان هي مجموعه
يعني مع كل احترام ليها كانت مجموعه اقل عددها، كان ناقصها بعض العناصر المميزه اللي تعاقدنا يعني معها. حتى العدد نفسه كان اقل يعني عدد اللعيبه كان اقل، وقدرنا نقول نلعب نهائي مع كارتيرون. فاتمنى والكل بيتفق معاك يا استاذ احمد ان وقت وصلنا مع كارتيرون للفاينل الكل بيجمع على انه طبعا كان ناقصنا بعض العناصر المميزه جدا اللي اضيفت بالتعاقدات، سواء في فتره الانتقالات الشتويه او في الفتره اللي فاتت في الصيف. احنا الحقيقه وصلنا اسماء كتير، احنا وصلنا النهائي مع كارتيرون بوليد سليمان فقط. يعني الاهلي كان بيضم وليد سليمان واحمد فتحي وخبرات، حتى النجوم اللي كانوا موجودين او كام لاعب اللي بنقول ان هم مؤثرين جدا كانوا مصابين، كانوش موجودين. كان علي معلول مصاب، كان وليد ازارو مصاب، او موقوف في المباراه الثانيه. فالحقيقه كان يعني كان في نقص شديد جدا، صعبه جدا، وقدرت توصل للنهائي وكنت كسبان 3-1. والحقيقه هي الكوره زي ما بيقولوا كده ايه، حظوظ. انت الدقيقه 46 وانت بتلعب الترجي، فالحكم الكوره الهجمه هتتقطع وتخلص، فالحكم يصفر، فالشوط يخلص 0-0، فتنزل الشوط الثاني الترجي مضغوط لانه محتاج يجيب هدفين عشان يكسب، فهتبقى انت اقرب. فالترجي بيجيب جول فمحتاج جول واحد، فالضغط يتصدر لك. هي كده الكوره يعني، في هجمه او في كوره ممكن كل حاجه تتقلب وتبقى زي بالظبط. انت الزمالك كان خسران 2-0، فرصته صعبه جدا في مباراه العوده، بهدف بقت فرصته سهله جدا في مباراه العوده. هي الكوره كده. طيب انا عايز ارجع معاك يا استاذ احمد ومع الساده المشاهدين لموضوعات كتير قوي تتعلق بالمنتخب مصر والمدير الفني واتحاد الكوره وامور تتعلق بالمسابقات والتحكيم والحكام الاجانب الى اخر هذه الامور. عايز اختتم الجزئيه الفنيه الخاصه بفريقنا الاول في النادي الاهلي بسؤال واحد، ايه الحاجه اللي بتتمنى تشوفها في اداء الفريق، سواء بقى على مستوى الروح القتاليه في الملعب، على مستوى الجانب الخططي، حاجه كنا مفتقدينها كجماهير النادي الاهلي في المواسم اللي فاتت بعد التعاقد مع مدير فني متميز وبعد كل الاسماء اللي انضمت للفريق؟ ايه اللي تتمنى تشوفه او يرجع لاداء النادي الاهلي في الموسم ده؟ اشوف كره النادي الاهلي. الحقيقه انه مع كل الاحترام لاساره المدير الفني النادي الاهلي، ما كانش في حاجه واضحه بيعملها الاهلي في الملعب. لان لسارتي كان اكتر حاجه بيقدر يعملها انه بيجيب حسين الشحات، بكر رمضان ولما كان حسين الشحات اللي هو انا ممكن اعمل ده. يعني انا وانا قاعد هنقل الاثنين. اتمنى ان كره النادي الاهلي ترجع، الكره اللي احنا بنحبها، الكره اللي على الارض، الهجمات، الضغط، كره النادي الاهلي اللي احنا بنشوفها طول الوقت. احنا مفتقدين النادي الاهلي. النادي الاهلي خد الدوري السنه دي عشان هو النادي الاهلي، عشان في جمهور قوي وفي مجلس اداره قوي وفي لعيبه عندها شخصيه في الملعب كانت بتكسب. الحقيقه ما كانش في جمل بتتعمل في الملعب. احنا كسبنا اكتر من 7-8 ماتشات من الدقيقه 90 للدقيقه 94. ده مش خطط ولا ده النادي الاهلي. ده خوف المنافسين من النادي الاهلي ورجوعهم لمنطقه ال 18 وضغط وتركيز اللعيبه في الدور الثاني وروح الفانيلا الحمراء كل الامور، هو ده اللي جاب الدوري. انما الحقيقه لكن كره النادي الاهلي ما كناش بنلعب كره النادي الاهلي. الاهلي كره مميزه، ليه شكل، ليه. احنا من فتره طويله جدا ما شفناش النادي الاهلي وكورته. فاتمنى ان كره النادي الاهلي ترجع. فكره سيطرتنا على ايقاع اي لقاء بنلعبه، بالزبط. اي مباراه داخل بالزبط. خارج مصر بالزبط. نبقى دايما الاهلي هو اللي تعودنا انه متحكم فيه بيفرض. في ايقاع اللقاء انت حتى الفرقه اللي قدامك بتنزل تقعد مستنيه انت هتعمل ايه، فما بتلاقيك مش عارف، مش لاقي النادي الاهلي، فبيبدا يتقدم، تتجرأ وتهاجم. حتى تلاحظ ان انت طول الوقت الماتشات اللي انت خسرتها في بتخسرها اغلبها في الشوط الثاني، وفي لما بيخلص الفرقه بتتجرأ عليك، انت مش شايف ان الاهلي موجود، وحتى لما بتجيب جول بالفرقه الثانيه بترجع. فلا، الاهلي كان بيجيب جول. احنا كان انا عجوز شويه يعني، كان على طول الوقت الاهلي كان بيقولوا بيجيب جوال في اداء العصر، لانه كان زمان بيقطعوا الماتشات في اداء العصر، فكنا ترجع من اداء العصر الاهلي كسبان 2-0 في 5 دقائق الماتش بيخلص. يعني الاهلي كان بيخلص الماتش في 5 دقائق وخلص الماتش. تفرض اسلوبك وسيطرتك وبتستغل اسم النادي الاهلي. ما هو انت اسم النادي الاهلي ده اسم كبير بره وجوه الملعب. اي لاعب بينزل قدامك بيبقى عنده جزء كبير من الرهبه انه بيلاعب النادي الاهلي، فبيبقى قلقان، فلازم تستغل ده. لو انت قررت ان تبقى زيك زيه فخلاص الموضوع خلص. دايما بيبقى عند الاهلي افضليه فبدايه افضليه نسبيه. انت بتتكلم ده بطل، ده حد بطل واخد 42 دوري، يعني ضعف كل انديه الدوري واكتر. يعني كل انديه الدوري اللي لعبت من اول ما الدوري اتعمل سنه 48 ما خدتش نص القاب الاهلي في الدوري. فالحقيقه ما فيش فريق يقدر يقف قدامك ند لند. انت طول الوقت انت بتنزل الماتش باسمك بس، 80% الماتش انت كسبان. فلما بتقدم كورتك بقى فانت بتكسب، وبتكسب بسكور والجمهور بيبقى مبسوط. فده اللي انا عايز اشوفه السنه دي. حتى لما كانت الامور بتبقى صعبه فنيا او معقده في اي مباراه، الجمهور اتعود ان اللي بيحسم في الوقت ده 90 و90 بلس هو النادي الاهلي. هو ده الاهلي، هو اسمه مش هو العكس. اسمه انت ماتش سموحه الماتش تقريبا كان خلص والاهلي كسبه.
ماتش طلائع الجيش الماتش كان خلص والاهلي كسبه، ماتش اتحاد اسكندريه الماتش كان خلص، ماتشات كتير جدا، ماتش الاسماعيلي انت كنت خسران ومحمد شريف جاب هدف التعادل في الاسبوع الاول من الدوري، يعني لسه الدوري كان بيقول. بس دي ده الاهلي وده اللي المفروض اي لاعب بيدخل الدايره دي بيتعود على ده. ان شاء الله نكون موفقين وتبقى الانطلاقه زي ما قال الاستاذ احمد بدءا من مباراه السوبر القادمه، وتبقى كمان يعني بتظهر اكتر للجماهير المميزات اللي بنتمنى نشوفها في الفتره الجايه، وعلى ثقه ان احنا هنشوفها ان شاء الله مع الجهاز الفني الجديد بقياده ريني فايلر، لاننا لم نستطع الاستمتاع بالمباراه السابقه وما شفناش اول بصمه له فنيه مع الفريق، رغم ان النتيجه كانت اكتر من رائعه بالفوز بهدفين نظيفين على ملعب كانو سبورت في غينيا الاستوائيه. وان شاء الله المؤشرات تبقى ايجابيه وبتحمل تفاؤل كبير وعلى مستوى وعلى قدر تطلعات جماهير النادي الاهلي. استاذ احمد هعود لموضوع التحكيم، الاستعانه بحكام اجانب، وهو حضرتك قلت ان ده متعارف عليه ومتعودين عليه في مصر. في ناس بتقول جزء من تطوير المنظومه هو تطوير اداء الحكام، الارتقاء بمستواهم والتغلب على اخطائهم الفنيه اللي بتؤثر على المباريات. وناس تانية بتقول لا يا جماعه احنا بنستعين بمدارس متقدمه جدا تحكيميه في المباريات الصعبه الجماهيريه اللي فيه اهتمام اعلامي كبير بيها اللي هي بتمثل بطوله خاصه. شايف ايه الافضل على المدى الطويل في الكره المصريه؟ نعم، على المدى الطويل طبعا تجهيز الحكام ومنع تماما استخدام الحكام الاجانب لاي مباراه في الدوري الا مباراه القمه، عشان بس نكون واضحين، ماتش القمه بحكام مصريين في ظل التوتر اللي احنا فيه ده مش هينفع. ليه؟ لانه التوتر انت طول الوقت الحكم نازل قبل ما ينزل الماتش، هو لعب ماتشات في الدوري، لعب الاهلي ولعب الزمالك، فيا اما واخطاء الحكام اخطاء بشريه، يا اما غلط هنا يا اما غلط هنا، فلو عنده غلط هنا هتلاقي الجمهور ده بيهاجمه، لو عامل الغلط هنا هتلاقي الجمهور ده بيهاجمه. فالحقيقه الحكام عندنا محتاجين وقت عشان نخليهم يلعبوا اهلي وزمالك تاني، يعني محتاجين وقت شويه. انما فكره ان انت تفتح الباب على البحري انه اي حد معاه $5,000 يجيب طقم حكام يلعب له، لا الحقيقه ده مش يعني ما ينفعش. يا اما تقفل الباب تماما ويصدر قرار من اللجنه المؤقته بمنع استخدام زي ما كان الاول، هو الاول كان حكام اجانب لمباراه الاهلي والزمالك بس، ده في قرار وزاري بده. حكام اجانب اهلي وزمالك بس، يا اما تفتحها بقى وخلاص واي حد معدي يجيب حكام اجانب، وتلغي الحكام المصريين اللي موجودين، وتعمل زي ما موجود في السعوديه عندك 7-8 تطقم حكام موجودين مقيمين هم اللي مسؤولين عن اداره ماتشات الدوري، وتجيب كولينا رئيس لجنه حكام زي ما هم جايبين، او تجيب حد حكم اجنبي كبير شهير يبقى رئيس لجنه حكام وخلاص. انما انت عايز تعمل منظومه تحكيم اقفل، زائد تقفل باب التطاول على الحكام. ما ينفعش اي حد يطلع يتطاول على الحكام، اي حد لازم يبقى فيه حساب شديد، اي حد يتطاول على الحكام، اهلي زمالك طنطا اسوان اي حد يتطاول على الحكام لازم يتوقف، لان الحكم هو القاضي. زائد ان الحكام نفسهم لازم يرتقوا بمستواهم، لان الحقيقه في اوقات بنشوف اخطاء كارثيه. يعني انت ما ينفعش ان انت بتتكلم على، وانا اسف انا هذكر اسم الكابتن جهاد جريشة، هو الحكم رقم واحد في مصر واللي راح كاس العالم. مش معقوله يا كابتن جهاد كل ماتش بكارثه، يعني كل ماتش بتحكمه بكارثه. الحقيقه انه ماتش الاهلي وبيراميدز مثلا، يعني ضرب الجزاء الحقيقه اي، وبعدين انت جايب حكم خامس عشان ليه؟ يعني انت حاطط حكم جنب الكوره ليه؟ عشان لما الحكم الرئيسي يغلط يقول اصل الحكم الخامس هو اللي غلط. فالحقيقه الحكام نفسهم لازم يرتقوا بادائهم، لازم يركزوا في المباريات، عشان انت ما تجيش تغلط وتعمل خطا كارثي وتتسبب في خروج فريق كبير من بطوله، وتتسبب في ازمه لجمهور الفريق، وتتسبب في اقاله مدرب كان المفروض ممكن يكمل. ويعني اعتقد ان اوروبا ده درجه النافعه، يعني تقصد هنا يا استاذ احمد نرتقي بمستواهم في ادائهم هم نفسهم، سرعه التلبيه واتخاذ القرار، تواجده في الملعب في المكان الصحيح، عشان حضرتك بتقول انه ما ينفعش يبقى حكم متميز جدا عندنا ونسبه اخطائه عاليه، لانه في اخطاء بتحس انها متعمده او اخطاء تكبر، يعني الحكم هو لا مش هحسبها، يعني على اساس ان هو لو حسبها للاهلي انا بتجامل الاهلي. لا، انت كل زاويه اعاده انا شفتها لضرب الجزاء الاهلي قدام بيراميدز بالتحديدا بتاعت حسين الشحات، كابتن جهاد جريشه على اتجاه مباشر للكوره وشايفها، تواجده مكانه في الملعب يبقى انه يشوفها. فالحقيقه لازم الحكام نفسهم يبقوا مش عايزين يعملوا اخطاء، لازم يبقوا واقفين على رجلهم عشان احنا نقدر نساندهم. ما هو انت ما تعملش كوارث. طب الفار في الدوري المصري، الفار في مسابقاتنا، الفار قالوا ان هو محتاج تكاليف كبيره جدا، والاستاذ عمرو الجنايني رئيس لجنه مؤقته قال ان هو هيتم
استخدامه بعد فتره قليله من مباراه الدور الاول نتمنى. ولكن هو في الاخر اللي بيحكم الفار هو هو نفس الحكم قراره هيكون هو الحاسم لما يروح يشوف. بالمناسبه الدوري الانجليزي في اخطاء كارثيه للحكام فجابوا الفار، بقت اخطاء كارثيه اكتر بالفار، يعني في حاجات ما بتتحسبش بالفار في الدوري الانجليزي اكتر من اللي كانت ما بتتحسبش قبل كده. ما تبقاش مصدق ان الحكم راح شافها واصر على قراره. هم يعني عندهم نفس الكوارث، فانت ممكن برضو تجيب الفار وتلاقي الحكام مصممين على نفس الاخطاء. فالحقيقه هو بدايه التنظيم او الارتقاء بمستوى التحكيم هو الحكم نفسه. طالما الحكم بيعمل اخطاء اللي هي العاديه اللي هي تعدي، اصل ده بشر في الاخر، يعني في اخطاء ممكن تعدينا في اخطاء ما ينفعش تعدي. طيب هل لو احنا طورنا او بنسعى كلنا كشركاء في المجال الرياضي او الكروي ان احنا نرتقي مستوى الحكام، وخدنا قرارات وبقى في قرارات من اتحاد الكوره بتعظيم الخطا والغرامه والمسؤوليه على اي حد ينتقد حكام، هل بعد كده لما تتكلم في اي برنامج استاذ احمد كناقد رياضي هتبقى حريص ما تقولش اسم الحكم؟ يعني حتى لو اشرت الخطا، ولا هيفضل النقاد والاعلاميين بيقدروا يطرحوا اسم الحكم؟ انا دوري الحكم. انا دوري كناقد طالما بقول ان هو اخطا انا ما بغلطش فيه. لا ما هو في فرق بين الاساءه والاهانه وبين ان انا انتقد، بين ان انا انتقد واقول ان انت لا انت عملت كذا، انا وجهه نظري ان انت عملت كذا بس من غير اساءه، غير ان انا اطلع اقول الحكم فلان فلاني وكذا كذا كذا. لا طبعا في اتهامات لذمم واتهامات الحاجات لان الاخطاء متعمده نيابة. يعني الحاجات اللي بتتقال دي مكانها النيابه، يعني مش مكانها البرامج ومكانها، لكن بتطالب ان يعني يبقى النقد المحترم. يعني دلوقتي لما اطلع اقول ان الحكم فلان الفلاني مرتشي واخد فلوس من فلان الفلاني، ده اتهام، ده اتهام صريحه. يا اللي قال الاتهام يروح النيابه، يا الحكم المتهم يروح النيابه. انما ده مش منظومه كوره. يعني ده مش كلام يتقال ويعدي كده، لان دي اتهامات في الذمم. يعني فالحقيقه ده بيعدي، طالما الكلام ده بيعدي ولو اتقال تاني وعدى فما لا تستنى تحكيم ولا تستنى ولا تستنى هيبه للحكام في الحاله دي. انما نقد مدير فني مثلا طلع قال الحكم ظلمنا النهارده، ما هو برده مش تقديريه. يعني انما لكن ما ينفعش يقول الحكم قابض، ما يقولش كلمه زي دي لان دي خلاص اتهام مبرر. انا بتكلم يعني على التطاول، التطاول على الحكام. هو ده اللي لانه في الاخر الحكم بني ادم. يعني في الاخر ما ينفعش نسبه الخطا موجوده، الاخطاء البشريه موجوده. ففكره انه لازم، ما هو مش لو ما قلناش، يعني لو طلعنا قلنا لا الحكام النهارده كويسين والحكام بكره كويسين، محدش هياخد باله، محدش هياخد باله، فبعد خمس ماتشات هنلاقي ضربات جزاء بتحسب بالعكس. لا الدور المعروف بقى للصحافه والاعلام والنقاد بالشكل المقبول. وفي فقرات لتحليل اداء الحكام، اداء الحكام بتتعمل وبتبقى لطيفه وبتتحلل بادب، والناس المحللين الحقيقه كلهم مش عايز اذكر اسامي حد بس كلهم بينتقدوا. حتى الكابتن جمال الغندور رئيس لجنه الحكام لحد فتره قريبه جدا كان بيحل اداء الحكام لاحد القنوات الفضائيه، وهو بيحل اداء الحكام في الدوري السعودي برضو. معرفش هل هو هيكمل ولا هيعتذر دلوقتي، واتمنى انه يعتذر لانه ما اعتقدش يقدر يجمع بين الاثنين. تحليل اداء الحكام ده عادي، التطاول هو اللي مش عادي. ان احنا يبقى في تجريم لاي تجاوز او سب او اي تجاوز بقى ضد اي حد في المنظومه. يعني حد يا جماعه في المنظومه يتحاسب. يعني انا نفسي حد في المنظومه يتحاسب، حد اللي يغلط يتحاسب عشان الخطا ما يتكررش. عشان الخطا ما يتكررش صحيح، لان طول ما انت سايب اصله ده غلط في ده فتقول لا ده غلط في ده، طالما انت سايب السيف في السيف زي ما بيقولوا محدش بيتعامل، مفيش حاجه تتصلح في منظومه رياضه. احنا كلنا بنتكلم في اطار منظومه رياضه. ففي اتحاد، في لجنه اولمبيه، في وزاره رياضه، لازم الناس دي تبقى مسؤوله عن عقاب من يتطاول على الاخر، ايا كان من المتطاول ومن الاخر. لازم اللي بيتطاول يتحاسب. بس استاذ احمد رايك ايه حتى الان، وهل الوقت كافي لبدء التقييم والحكم على اداء اللجنة الخماسية أو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي في مصر منذ تولي المهمة وحتى الآن، ولا الوقت مبكر؟ مؤشرات أداؤه إيه من وجهة نظرك؟ لا مبكر طبعا، بس هو مؤشرات أداؤهم هم بيحاولوا، هم غيروا كل الأجهزة الإدارية في الاتحاد نفسه، غيروا رؤساء اللجان، غيروا حاجات كتير. مبكر جدا، هو الفيصل بالنسبة لهم الدوري، لأنه طبعا ما هم برضو في حاجة مهمة جدا، إنه ما فيش دوري في العالم دلوقتي بيديروا اتحاد الكورة. اتحاد الكورة مسؤول عن المنتخبات، مالوش علاقه باي دوري في العالم، هو لجنه محترفه بتدير، رابطه انديه بتدير الدوري وهي مسؤوله عنه، لجنه مسابقات محترفه كل ده. فالحقيقه طالما احنا لسه عايشين في سنه ليه تحكين، احنا لسه
الاهلي بينادي بده وحضرتك تعلم من 2008، وعمل مؤتمر وقام باستقدام واستضافه مسؤولين بيمثلوا بريمير ليج وروابط المحترفين في اسال في بقى اسال مسؤول عن الرياضه، ما تسالنيش انا تقييمك كصحفي. هم مش عايزين، هم مش عايزين يبقى في رابطه عشان تفضل كده الدنيا ماشيه كده. انما الحقيقه انه مش المفروض الاتحاد، الاتحاد مسؤول عن تنظيم المنتخبات، يعني هو المسؤول عن المنتخبات، منتخبات السنيه، عن البراعم، عن مسابقات الناشئين، عن انما الدوري الانديه انت قبل ما تروح تلعب في دوري ابطال افريقيا بتقدم رخصه ان انت نادي محترف وبترجع تلعب في دوري هواه. يعني الدوري المصري حتى الان هو مش دوري، مش محترف، دوري هواه، طالما ماشي تحت مظله اتحاد مصر هو دوري هواه. فلما يروح تتعمل رابطه انديه محترفه تدير الدوري وتدير حقوقه، الدوري بيتباع عندنا كل واحد بيبيع حقوقه بس لوحده، كل واحد بيع، فده الحقيقه يعني غير الشكل الاحترافي المعمول بيه عالميا. كل دوري في العالم بيتباع والتسويق في الدوري الايطالي على ما اعتقد كان بيبيعوا برضه انديه وبعدين بقوا يبيعوا جماعي. بيتباع الدوري الاسباني مثلا، اداره الانديه بتبيعه، الدوري الانجليزي اداره الانديه بتبيعه، وتوزع بقى حسب وكانوا اتعمل ده على فكره، الكابتن حسن حمدي كان عمل ده في فتره من الفترات، وعمل رابطه الانديه وكان بيبيعوا جماعي وكانوا بيوزعوا وعملوا نسب توزيع وفكره ان انت تدي النادي ده زي ما فيش ده في العالم، انه نادي ياخد زي نادي، انت في نسب مشاهده وفي نسب اعلانات وفي ترتيب في كل بطوله، في ترتيب بكل حاجه، وترتيبك في البطولات ايه، وانت لما مباراتك بتتعرض دلوقتي بتعمل نسبه مشاهده كام وتعمل عدد دقائق اعلانيه كام، فانت مباراتك بتجيب كذا، فانت حقوقك الاعلانيه التسويقيه بتاخدها كذا، الكلام ده كله ورقه والقلم. احنا ما عندناش ده، احنا عندنا طيب مين المسؤول انه يبدا يتحرك عشان نحقق الهدف ده؟ حضرتك تعلم النادي الاهلي بدا منفردا تعريف الانديه وتوعيه الانديه المصريه بحقوقها، وادار حمله ضخمه جدا للوصول لتحقيق الهدف ده وتفعيل النموذج الاحترافي الحقيقي في اداره امور كره القدم، ومفيش استجابه حتى الان والامور زي ما هي. ايه الفاصل اللي يخلينا نحقق الهدف ده سريعا ان شاء الله، ما نجيش لو ربنا ادانا العمر بعد 30 او 40 سنه نقول احنا لسه برضو بنحاول وبنسمع ده من 40 و50 سنه والدوري المصري احنا بقى لنا 10 سنين بنسمع ده والدوري المصري زي ما هو، فانت ممكن تقعد 10 سنين كمان. لازم قرار من الاتحاد المصري لكره القدم، لانه برده مش تنفع تقول قرار الوزاره هيبقى تدخل حكومي. ما هو ده لو دخل قرار الوزاره تدخل حكومي، هي الاتحاد الكوره هو دوله بتدير كره القدم، فلازم الاتحاد المصري لكره القدم هو اللي يقول ده، هو اللي يتخلى، هو شايف ان ده جزء من حقوقه ان هو بيدير مسابقه الدوري العام، فيتخلى عن جزء من حقوقه. بس ده بينافي القواعد الاحترافيه طبعا. طب لو الدوله شرعت قانون بيلزم، قانون في مصر من قوانين الرياضه بيلزم بالتوافق مع او تطبيق اللوائح الاحترافيه في امور شركات كره القدم ورابط المحترفين، هل ده هيعد تدخل حكومي؟ هو بيفعل قانون الرياضه فيه على فكره جزء الاستثمار وفي جزء لرابط الانديه المحترفه، ولكن ما حدش عايز يعمله. يعني ما حدش عايز يعمله. رابطه الانديه المحترفه مهما موجوده، يا رابطه الانديه مهما موجوده، وكان اعتقد الحاج محمود الشامي هو رئيسها، مش بتعملش حاجه، يا بيقعدوا يجتمعوا يشربوا شاي، ملهاش دور حقيقي، ما بتعملش حاجه خالص، يشربوا شاي وكيك وبتاع وما بيعملوش حاجه. فالحقيقه لازم يبقى ليها دور، لازم يبقى ليها دور في الحقوق، لازم يبقى ليها دور في وضع جدول المسابقه. انت دلوقتي اللي بيحط جدول المسابقه موظف الاتحاد المصري لكره القدم، اللي بيحط الحكام موظف الاتحاد المصري لكره القدم، المسؤول عن العقوبات في الاتحاد المصري لكره القدم، فالحقيقه الاتحاد هو اللي بيدير المسابقه. فخلاص انت مكمل المسابقه السنه دي بالاتحاد المصري. هل الاتحاد اللي جاي في الانتخابات اللي بعد طوكيو هيحل ده ويودي البطوله ويتفرغ لبقى المسؤوليه الرئيسيه اللي هي المنتخب المصري لكره القدم ومنتخبات الناشئين، ولا هيفضل زي ما هو؟ الله اعلم. طيب هنتكلم شويه عن الانتخابات اللي جايه، من المهام المكله الى اللجنه الحاليه، اللجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد الكره او بتدير امور كره القدم في مصر حاليا، تعديل اللوائح الخاصه بالانتخابات او اجراء الانتخابات القادمه لاتحاد الكره المصري. كيف ترى او ما ترى ضروري ومهم جدا لان يتم تطبيقه في هذه التعديلات قبل الانتخابات اللي جايه؟ تقليل عدد اعضاء الجمعيه العموميه، لازم عدد الجمعيه العموميه يقل، لانه العدد ال 218 نادي دول عدد كبير جدا، فيهم مثلا 100 نادي ما بيلعبوش كوره بجد، يعني بيلعبوا كوره على مستوى قليل جدا، ممكن تعمل لهم حاجه تاني. انما ما ينفعش، مع كل الاحترام للانديه، ان النادي الاهلي او نادي الزمالك او الاتحاد السكندري او المصري، الانديه اللي عندها باع طويل وبتلعب كره قدم والمفروض ان هي مسؤوله عن مسار الكوره في مصر، تبقى زي انديه الدرجه الرابعه، ده ليه صوت وده ليه صوت. فانت يبقى عندك 18 نادي في الدرجه الاولى ما خدش اصواتهم، وعندك 35 نادي في الدرجه الثالثه
او الرابعه خدت اصواتهم فبقيت عضو في اتحاد مصر كره القدم. يعني انت تخيل انت كابتن وائل جمعه، وائل جمعه احد اهم نجوم الكره المصريه في تاريخها، سقط في انتخابات اتحاد مصر كره القدم. كابتن حازم امام احد اهم نجوم الكره المصريه في تاريخها، نجح بصوت على صوت، يعني كان اخر واحد في الـ في فده معناه مؤشر ان المعايير مختلفه جدا. انت دي مش انت، ده انت مش انتخابات اتحاد، الناس مش فيش ناس جايه تدير الكوره، لا دي ناس جايه مربطه عشان تدخل. فلازم تتفك الكتل دي عشان الانتخابات تجيبه، الانتخابات تفرز الاصلح الانسب للمهمه، الانسب ما تفرز اللي بيعرف يربط، اللي عارف يربط انتخابيا كويس. فانت لما تيجي تشوف المجموعه اللي مع كل الاحترام ليهم اللي كانوا، طبعا هو مش شرط تكون لعيب كوره او ليك في الكوره او لعبتها عشان تبقى اداري ناجح، ممكن تكون ما لعبتش كوره خالص وتبقى اداري ناجح. بس ولكن ما ينفعش اتحاد كوره يبقى فيه 10 او 11 عضو ما فيهمش حد لعب كوره غير الكابتن مجدي عبد الغني والكابتن حازم امام. يعني انت بتتكلم في ناس قاعده على الترابيزه، اتنين بس اللي لعبوا كوره، هيشرعوا ازاي لكره القدم؟ طبعا عندك كابتن سيف اداري رائع ومتمرس جدا في اداره الانديه، وكان عضو في نادي الصيد وعنده خبره كبيره. عندك كابتن احمد مجاهد متمرس جدا في اداره اتحاد الكره المصريه وملم باللوائح وي، بس على الاقل يبقى النص والنص، يعني يبقى خمسه اداره وخمسه كوره. عايز نسبه اكبر من كده من اللي بيطلق عليهم البراكتيشنرز اللي هم الممارسين عشان للمجال انت نفسه. انت بتحط ناس تشرع للكوره وناس بتدير الكوره، فعشان تبقى عندك الرؤيه الفنيه والرؤيه الرياضيه. طبعا دخل بعد كده الكابتن احمد شوبير، احد اعظم نجوم الكره المصريه وحارس مرمى في كاس مصر كاس العالم 90، دخل كابتن شوبير، فبقى عندنا كابتن شوبير وكابتن مجدي وكابتن حازم، بس هم اللي لعبوا كوره. وشايف ان النسبه لازم تبقى اكتر من كده، على الاقل اللي مارسوا اللعبه وعندهم خبره يعني كبيره. يعني انت هو في التقدم للانتخابات شرط الممارسه، لا يبقى لازم شرط الممارسه على مستوى المنتخبات على الاقل. يعني على الاقل يكون حد لاعب منتخب، فيبقى انت جبت حد عارف يعني ايه كوره، عارف يعني ايه مصر. يعني انت حتى برضو من النقط اللي انا لما نيجي نتكلم عن مدير فني منتخب مصر، هي النقطه الجايه الكلام مرتبط ببعض. ما ينفعش انت بتختار مدير فني لمنتخب مصر ما لعبش منتخب مصر. يعني ازاي انا اختار حد يدرب المنتخب المصري ما دربش منتخب؟ طيب ما لعبش دي النقطه دي هننتقل لها، ده كلام مهم هننتقل له بعد دقائق قليله جدا. بس عايز تعليق منك على كل ما اغضب الجماهير المصريه على الشكل اللي شفناه لمنتخبنا، سواء في نهائيات كاس العالم نتائج واداء، او في نهائيات كاس الامم اللي مصر استضافتها رغم الجهد الكبير جدا وكل ما تم توفيره من الدوله وتكاتف عدد كبير جدا من الاجهزه لخروج البطوله بالشكل اللي الكل اشاد بيه. ايه المشكله في اختياراتنا؟ طب بص خلينا بس نقسم كاس أجيري. العالم نقسم كاس العالم لجزئين في الاداء. ده اداء منتخب مصر في مباراه اوروجواي كان رائع، والناس كلها كانت راضيه عنه جدا، وانت خسرت في الدقيقه 94 بهدف من كان في نديه في اللقاء، كان في نديه وكان متالق رائع من حارس مصر محمد الشناوي وخد افضل لاعب في المباراه وخسرت. قدام روسيا لحد الدقيقه 65 مباراه 0-0، انت اللي بتهاجم وانت اللي بتضيع الكوره، باد لك لاحمد فتحي، الماتش بيتقلب وبتخسر 4. الماتشين دول انا مش شايف اداء وحش منتخب مصر فيهم. الاداء السيء جدا كان في مباراه السعوديه، لان منتخب مصر خرج تماما من البطوله، وكان حتى لما جابوا الجول الاحتفال كان بارد ومش على قد الحدث يعني، فاداء سيء جدا كان في مباراه السعوديه، والحقيقه انه هي دي اللي كانت الفاصله في رحيل كوبر. اداء منتخب مصر مع اجيري اتقسم لجزئين. لحد مباراه تونس اداء اجيري كان مقبول جدا. انت بتلعب تونس وبتختم في نهايه المباراه، موجود في الملعب صلاح محسن، محمد محمود، لاعب المقاولين العرب اسمه طاهر، محمد طاهر. عندك ثلاث لعيبه بيلعبوا مع منتخب مصر مواليد 98. اداء رائع، بتكسب تونس، انت بتلعب تونس في وسط جماهير، وفي تجديد في المنتخب، في تجديد في المنتخب. بمجرد ما تم اسناد البطوله لمصر اجيري خاف، المسؤولين خافوا، فقرر يرجع ويلعب بنفس الطريقه ونفس التشكيل اللي لعب بيه كوبر. فبدا كاس الامم بتسعه من ال11 اللي كوبر لعب بيهم من الجابون. طبعا التسعه من ال11 دول لعبوا من سنتين، لا قدراتهم ولا انت ممكن يبقوا في حاله فنيه مختلفه انت تماما. انت اللي مش موجودين احمد فتحي وعصام الحضري، اتواجد بدلهم وعلي جبر، فاتواجد بدلهم ايمن اشرف
ومحمود علاء والشناوي، انما بقيه المجموعه اللي قدام كلها طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد، تريزيجيه، مروان محسن، محمد صلاح. لا بس ناقص اثنين كمان، ناقص كهربا، ناقص رمضان صبحي. لا التشكيله الاساسيه بنتكلم بشكل عام، عدم وجوده في المنتخب لعيبه زي رمضان وكهربا. هقول لك التسعه اللي محمدي، طارق حامد، محمد النني، محمد صلاح، تريزيجيه، عبد الله السعيد، مروان محسن، احمد حجازي. 8 من اللي نهوا كاس العالم مع كوبر هم الثمانيه اللي اجيري بدا بيهم كاس الامم. فانت قررت تلعب زي كوبر، طب كوبر كان بيلعب بتحفظ دفاعي، فانت لا بتلعب بتحفظ دفاعي ولا عارف تبني هجومي، لانه التركيبه الهجوميه هي اللي كانت مع كوبر وما كانتش بتعمل حاجه. فبدا المنتخب زي ما احنا شفناه كده، لا لون ولا طعم ولا شكل ولا اي حاجه. فانا وجهه نظري انه بدايه خوف اجيري وان هو خرج من فكره التجديد، ولا يا عم احنا كاس الامم عندنا اللي تكسبه العبه زي ما بيقولوا، هو ده اللي ضيعنا. انت لو قررت، انت كده كنت هتخرج. لو قررت تكمل في مرحله الاحلال والتجديد اللي انت عملتها كان يبقى عندك مكسب وحيد، كان عندك مكسب. انما انت اللي عملت احلال وتجديد، انت دلوقتي المدير الفني اللي هيجي في خلال ساعات ده هو اللي مطالب يبدا تصفيات كاس العالم، يبدا تصفيات امم افريقيا الكاميرون 2021 بقوام جديد جدا، لانه في ناس طبعا مش هتيجي تاني، مش هتستبعد لعامل السن، فهيبدا بقوام جديد، محتاج يعمل توليفه جديده، محتاج يرجع لمنتخب مصر شكله. كل ده في مده قصيره جدا، لان احنا عندنا في نوفمبر تصفيات كاس الامم هتبدا، وعندنا بعد كده تصفيات كاس العالم. رايك في الاسماء المطروحه؟ هو الحقيقه الاسماء المطروحه يعني انت على اساس يعني انت اي حد في الدنيا بيحب يختار. انت دلوقتي عايز محمد الجندي عشان يقدم برنامج في قناه النادي الاهلي، فبتقول، او عايز مذيع يقدم برنامج الاهلي الليله، فبتقول ستايل بوك بتاع البرنامج 1 2 3 4 5 6، وبتبدا تشوف المذيعين اللي موجودين، اختار على اساس المعايير، اختار على اساس المعايير. انما انت خرج علينا الاستاذ عمرو الجنايني وقال ان احنا الخمسه الموجودين اللي هنختار منهم مدير فني منتخب مصر، كابتن حسن شحاته، كابتن حسام البدري، كابتن حسام حسن، كابتن احمد حسام ميدو، كابتن ايهاب جلال. السلام عليكم. ايوه يعني على اساس انت كتبت ايه المطلوب من المدير الفني لمنتخب مصر في الفتره القادمه؟ 1 2 3 4 وايه المعايير المشتركه بين الاسماء؟ المعايير المشتركه بين وايه يعني؟ انت جايب واحد من الشرق وواحد من الغرب، يعني انت بتختار على اي اساس؟ انا بقول ان انا عايز منتخب مصر اعمل احلال وتجديد، عايز منتخب مصر يلعب بطريقه معينه، عايز منتخب مصر ينافس على كذا، عايزه يوصل الخطه القريبه انه يوصل كاس الامم 21 ويوصل كاس العالم 22، الخطه البعيده انه ينافس على كاس الامم 23، الخطه الابعد ان يبقى عندنا منتخب الكلام ده، ان احنا نوحد شكل المنتخبات كلها، ان يبقى في ربط بين المنتخبات، القدره على السيطره على النجوم الموجودين في المنتخب دلوقتي، القدره على المعالجه النفسيه للعيبه ولمهم، لان انت احنا خارجين من كاس الامم والحقيقه الموضوع ملخبط خالص يعني. فهل انت حطيت المعايير دي وحطيت قدامها كل اسم الخمسه؟ يعني في ملاحظه بتتفق او بتاكد اللي بتقوله يا استاذ احمد دلوقتي، ان وضع اسمين الكابتن حسن شحاته والكابتن ميدو فارق العمر والخبرات والانجازات لصالح كابتن حسن شحاته، بيقول ان دي كرايتيريا او طريقه اختيار، بتقول عايز مدرب صاحب سي في قوي جدا وعنده انجازات وخبره طويله. كابتن احمد حسام ميدو رغم الناس كتير جدا بتشيد بيه وعندها تطلعات له كمدير فني وتوقعات انه بيقولوا عليه تالنتد وعنده الموهبه وعنده الكاركتر او الكاريزما، لكن لسه بالمقارنه بكابتن حسن سنوات عمره كمدير فني محدوده جدا ولسه ما عندوش الرصيد من الانجازات. فبيقولوا ان دي اختيارات متناقضه، تقول ان ما فيش معايير اختيار، مفيش معايير موحده لاختيار الاسم. هل انت عندك معايير على انه حقق بطولات ولعب لمنتخبات وي وي وي؟ فالمعايير لا تنطبق على الاسم الاقرب اللي هو الكابتن ايهاب جلال. هل المعايير بتقول انه بيقدم كوره وعنده قدره على البناء وي وي وي؟ فاه ممكن تنطبق على الكابتن ايهاب جلال. مفيش معيار يعني، انت مفيش حاجه مشتركه بين الخمس اسامي، كل اسم لو عملت الدايره دي كل اسم واقف في حته، فهتختار مين الاسم الاقرب حاليا كابتن ايهاب جلال؟ وده كان سؤال كمان من الاسئله اللي موجوده في ذهننا فريق العمل وزملائي في الاعداد، قالوا ان في معلومات وصلت او يعني
تم تداولها واجتهادات في الوسط الرياضي والاعلامي بتقول ان كابتن ايهاب جلال في اخبار بتقول ان هو الاقرب بنسبه كبيره، هل ده صحيح وايه مصدر كابتن ايهاب جلال؟ تم اختياره يعني خلاص يعني لو اتكلموا معاه والنهارده هو تقريبا قال ده في تصريحات اذاعيه بعد لكن لسه مفيش اعلان رسمي، مفيش اعلان رسمي لكن قرب جدا الاعلان، قرب جدا وانا برضو مش عارف ايه هي معايير اختيار ايهاب جلال. مع كل احترام ليه هو مدرب واعد ومدرب قدم الكتير، ولكن ايه هي معايير اختياره؟ هل حقق بطولات؟ ايه الانجاز الكروي اللي عمله؟ يعني ايه الانجاز اللي على مستوى الكوره اللي عمله؟ كابتن مختار مختار، ما احنا لو بنتكلم عن الانجازات المحليه كابتن مختار مختار عمل انجازات محليه رائعه مع ام بي ومع الانتاج مع الانديه كل الانديه اللي دربها، بيقدم كوره بيقدم كوره. انت ايه هي المعايير؟ هل تعرض يعني الكابتن ايهاب جلال مع كل احترام لي مع اول فريق كبير؟ لا ما خلاص احنا اكدنا ان مش بنتكلم عن شخص كل الاشخاص بنتكلم يعني لهم كامل الاحترام، بنتكلم على الشكل الموضوعي. اول فريق كبير دربه ما قدرش يستحمل 10 ماتشات ومشي. وبعدين انت بتتكلم على تصفيات لا تحتمل اي خطا، ما تحتملش تجربه. احنا تصفيات كاس العالم السنه دي انت مجموعه فيها اربع فرق بيصعد الاول، فالتعادل مش الهزيمه، التعادل في مباراه ممكن يخرجك من التصفيات. فالحقيقه الموضوع مش محتاج تجربه خالص، انت كمان عندك مباريات في شهر نوفمبر فانت ما عندكش وقت خالص. انت النهارده احنا النهارده في نص شهر 9 وانت عندك اجنده في اكتوبر، لا اتفقت على الماتشات اللي هتلعبها ولا المدرب جه ولا عارف مين الجهاز ولا فانت الجهاز انت هتعمل توقف في اكتوبر وتلعب ماتشات في اكتوبر والجهاز لسه ما اتعينش النهارده نص يعني ساعه. يعني بشكل مباشر استاذ احمد، هل بتقول انك من الاصوات اللي رافضه هذا الاختيار او غير مقتنعه بتكليف الكابتن ايهاب جلال في المرحله؟ انا مش مقتنع طبعا، بس في حال اختياره احنا اكيد ده لا مصر. في حال اختياره خلاص بنتمنى له كل التوفيق وله كل الدعم ولكن انا متحفظ لان احنا مش وقت تجربه. انت خارج من تجربه مريره جدا مع منتخب مصر. كنت ترى مين الافضل طالما اننا الى هذه اللحظه لسه لم يعلن رسميا عن اسم المدير الفني؟ كنت تتمنى اسم او اثنين او ثلاثه هم الانسب من وجهه نظرك استاذ احمد عويس وليه؟ انا وجهه نظري انا مدير فني اجنبي. في هذا التوقيت مدير فني اجنبي. انما طالما احنا خلاص اتحصرنا خدنا مقالب كتير قوي يا استاذ كتير قوي. انت مش عشان انت عندك انت هيكتور كوبر، انت عندك اثنين مدربين جم اجيري وسوحنا في كاس الامم وكوبر حقق كل ما طلب منه بل اكتر. انت كوبر جه احنا كان بقالنا ثلاث كؤوس امم ما بنروحش وكاس العالم بقالنا 28 سنه ما رحناش، فراح لنهائي كاس الامم وخسر لانه طبعا احنا بنلعب المباراه النهائيه ب 13 لعيب، بنلعب بعمرو ورده راس حربه، بتلعب بدون احتياطي، انت بتنزل انت بتعمل التغييرات، بتنزل عمر جابر ورمضان صبحي ومش لاقي تغيير تالت تعمله، وبتنزل عبد الشافي تقريبا. عشان كده الناس قالت دي عيوب اختيارات جهاز فني ومدير فني بس ويتحملها بس كوبر. طبعا بس في الاخر انت كوبر راح لحد النهائي، وصل نهائيات كاس العالم ووصل فاينل كاس الامم، شايف ان له ده اخر حاجة ده اخر اثنين مدربين اجانب. فالمدرب الاجنبي اللي جالك قبل اجيري حقق كل حاجه. اجيري كان عليه تحفظ من البدايه عشان مشاكله وعشان وعشان، ولكن في الاخر اجيري اما جالك اما انت بتجيب اجيري مدرب لعب 4 كاس عالم، درب منتخبات كبيره، درب اليابان، درب المكسيك، درب انديه كبيره قوي في الدوري الاسباني، فهو اسم وكان في البدايه كويس. ايه اللي خلى السي في ده المميز الموجود والسيره الذاتيه وحصيله الخبرات الكبيره اللي عند اجيري في سيرته الذاتيه كمدير فني تقدم لنا الشكل الرهيب اللي شفناه في جزء المعارض. منه الخوف والرعب، وبعد ما كان بيقدم مستوى رائع لحد مباراه تونس وكان بيعمل احلال وتجديد هو خاف فقرر يرجع للسكواد القديم، فالسكواد القديم ما قدرش ينصفه. تغيير الطريقه، انت بتلعب بطريقه عايز تلعب بطريقه هجوميه وفي نفس الوقت تامين، ففي مساحات كبيره كانت بين الفرق. احنا اتغلبنا في ماتش جنوب افريقيا، اتعملنا هجمه مرتده من الاوت ما شفتهاش في تاريخ الكوره دي، اتعمل عليك هجمه مرتده من الاوت فما حصلتش. فالحقيقه انه مشكله اجيري السكواد طبعا كان ناقص لانه ضم لعيبه ما كانتش تنفع تنضم، وفي لعيبه بره كانت لازم تروح. على الاقل انت لما كنت تيجي تغير ما بتلاقيش غير وليد سليمان تغير، وهو الوحيد الاسم اللي على الدكه، ما فيش حد على الدكه. انت رمضان صبحي قال لك كان لازم يروح، كهربا كان لازم يروح، عبد الله جمعه كان لازم يروح، عمرو سليه كان لازم يروح. اختيارات اجيري، وطبعا ده اللي قاله كابتن هاني رمزي بعد البطوله، اختياراته زي ما قلنا اختياراته اللي هي السكواد اللي هو نفس السكواد اللي لعب بيه كوبر. طب انت مش كوبر،
كوبر حافظ ومحفظ اللعيبه وقعدوا اربع سنين بيلعبوا بنفس الطريقه بنفس يدافع كويس ويجيب جون كويس بس او هجمه مرتده بيخلص او يخطف جون في اخر الماتش. انت كان في مساحات كبيره قوي في منتخب مصر عشان كده فكره المدرب الاجنبي طيب لا. احنا امام واقع اسمه ان المدير القادم ان شاء الله مصري لاسباب كتيره جدا اراء جماهيريه ومتابعات اعلاميه وناس شايفه ان كنا بننفق كتير قوي بلا داعي وناس كتير كانت بتتفرج على شكل ادائنا في اكتر من بطوله وللاسف مع الاثنين مع كوبري اوجاري يقولوا يا جماعه مفيش مدرب مصري هيقدم مستوى اقل من ده يعني طول عمرنا بنشوف مع المصريين نتائج افضل. وصل الامر الى انه خلاص بقى في متابعه وتوصيه من القياده السياسيه رئيس الجمهوريه بشكل شخصي يتكلم عن ده وقال كفايه بقى يعني مش عايزين مدرب اجنبي تاني فنعتبر ان الموضوع محسوم في الفتره دي لردود نتائج كتيره. انا قلت لك هو محسوم في الواقع اللي بنتكلم عنه مين من الاسماء من الخبرات المصريه اللي حضرتك بتشوف انها قد تكون انسب من وجهه نظرك لاداره منتخب مصر؟ انا كنت اتمنى جهاز توافقي في كابتن حسن شحاته ومع كابتن ضياء السيد ومعاه محمد شوقي ومعاه عصام الحضر مدرب حراس مرمى ومعاهم عماد متعب زي ما قالوا او حسام غالي مدير كوره وكان هيبقى جهاز توافقي رائع. كان هيبقى جهاز توافقي رائع. ليه ضياء السيد مدرب عام؟ لانه هو الاقرب للجيل ده كان هيعرف يحتويهم. ليه كابتن حسن؟ لانه الجاد فازر بتاع الكوره المصريه هو اعظم مدير فني في تاريخ مصر في الوقت الحاضر انجازاته فكان والحقيقه اداء لمنتخبنا كمان خبرات كابتن حسن مع خبره ضياء مع الاولاد كان هتبقى جهاز توافقي رائع ولكن اللجنة الخماسية ليها رأي وهي المسؤولة عن اختيارها وهي اللي تحاسب في الآخر. احنا في الآخر بنقول أرائنا ونتمنى أن يوفق طبعاً. من يتم تكليفه طبعاً. نتمنى أولا أخيرا أنه ينجح وده نجح وفي الآخر من يتم تكليفه احنا في ظهره كلنا معاه أكيد كلنا معاه لأنه في الآخر هو مدير فني منتخب يعني مصر. يا رب لو في انتقادات موجهة لأي اسم هيتم الاستقرار عليه بشكل نهائي أنه يعني يخلف ظن كل الناس اللي قالت انه مش متوقعين منه يقدم الكثير يعني أكيد. بالعكس هنتمنى ان احنا توقعاتنا لو لاي راي يعني كان متخوف من اسم او اخر انها ما تبقاش دقيقه وانه يطلع انجح او يقدم افضل مما توقعنا بالتاكيد لان ده في صالح الكره المصريه. طيب هنختتم ببعض الامور الاخرى المتعلقه بتطوير الكوره بشكل عام في مصر. اتكلمنا عن حسم الامور الخاصه بجداول المسابقات، اتكلمنا عن اسم المدير الفني القادم، ايه تاني في منظومه الكوره بتشوف يا استاذ احمد انه ضروري العمل عليه في الفتره الجايه اذا كنا عايزين امور تتغير؟ صبر العقاب والمدرب يعرف ان هو مدرب واللاعب يعرف ان هو لاعب، الحكم يعرف ان هو حكم، رئيس النادي يعرف ان هو رئيس نادي، مش اي حد يطلع يتكلم، مش اي حد يطلع ينتقد. نهتم بالملاعب، نهتم بدخول الجماهير، نهتم بتطوير النقل التلفزيوني لانه ده جزء كبير من تسويق المنتج. انت لما بتسوق المنتج بيجي لك فلوس وتقدر تصرف على الكوره تاني لان هي دايره بتلف وبتيجي. اهتمام بدخول الجماهير للمباريات، اهتمام بتوفير وسائل الراحه للناس في الملاعب. الحقيقه احنا شفنا كاس الامم انت عندك 6 استادات. انا شفت الجدول النهارده ما شفتش حقيقة الآية استاد القاهرة هيلعب أهلي وزمالك بس. فأنت بتتكلم على 6 استادات كانوا أجمل ما يكون في البطولة. أنا كنت مسؤول عن ملعب منهم، ملعب الاستاد السويس الحقيقة ملعب رائع، ملعب رائع بيضاهي الملاعب العالمية في كل الإمكانيات. ليه ما نستفدش بيه؟ ليه ما يبقاش عندنا مباريات بتلعب عليه؟ ليه ما نستفدش بوجود الملاعب دي ونستفيد بمنظومة التذكرة اللي اتعملت، منظومة رائعة بالفان اي دي في المسابقات المحلية عشان ندخل جمهور ما يبقاش 5000 و5000، لا نرجع نلاقي 50,000 و60,000 في الملعب زي ما كنا شايفين في كأس الأمم. الجمهور هو أساس كرة القدم يا محمد، يعني لما يرجع الجمهور أكيد. الموضوع هيختلف تماما. طيب أخيرا مصر بتستعد لتنظيم واستضافة أمم أفريقيا تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، شايف إزاي الاستعدادات وكل ما تم حتى الآن في طريقنا لاستضافة هذه البطولة؟ أعتقد أن مصر بتملك جيل رائع من المواهب في تحت 23 سنة وإن شاء الله كابتن شوقي غريب وجهازه هيقدروا يحققوا على الأقل مراكز الثلاثة الأولى إن لم يكن البطولة بإذن الله يحققوا البطولة وهيتأهلوا لطوكيو. استعدادهم ماشيه كويس جدا، انا شفت لهم ماتشات كتير واخر مباراتين السعوديه كسبوا 4 وكسبوا 1، الماتش اللي كسبوا فيه 1 ده مضيعين تقريبا 35 فرصه وشايف انه رمضان صبحي لقى نفسه في مركز او في مشهد قائد المنتخب الاولمبي وشايف انه اداؤه مع منتخب الاولمبي افضل بكتير قوي مع اداؤه مع الاهلي وزي ما سمعت انه اتحسن جدا وراجع من المعسكر اداؤه كان رائع في مباراه امس. اتمنى التوفيق للمنتخب وان شاء الله هيعمل حاجه كويسه. لسه عنده كتير رمضان صبحي والجمهور متوقع منه كتير. انا رمضان طول الوقت انا شايف ان رمضان عنده شخصيه الاهلي، مؤمن زكريا عنده شخصيه الاهلي، حسين الشحات وليد سليمان عنده شخصيه الاهلي، في لعيبه كده عندها شخصيه الاهلي. اللعيبه دي احمد فتحي طبعا هو معجوم بشخصيه الاهلي.
وجود اللعيبه دي في الملعب هو اللي هيرجع كره النادي الاهلي. النادي الاهلي بولاده في الملعب هم اللي هيقدروا يرجعوا لنا الكوره اللي كنا مفتقدينها بقالنا سنين كتير. يعني ان شاء الله يكون القادم افضل وتكون تاكيد لانطلاقه الفريق في البطوله الافريقيه واللي انتهت بالفوز بهدفين نظيفين في مباراه كانو سبورت على ملعبه في غينيا الاستوائيه. ان شاء الله يتم يعني تقديم الفريق للجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي من جديد تحت قياده ريني فايلر المدير الفني السويسري والجهاز المعاون بافضل شكل ممكن ان شاء الله من خلال اداء ونتيجه تكون على مستوى يعني تفاؤل وتطلعات جماهير النادي الاهلي بحسم اللقاء القادم امام الزمالك في كأس السوبر ان شاء الله والتفوق في هذه البطوله الخاصه واللي لها حسابات جماهيريه واعلاميه حضراتكم تعلموها زينا واكثر طبعا. بشكرك شكرا جزيلا، اسعدتنا بوجودك معنا استاذ احمد عويس الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك. شكرا يا محمد، ومبسوط ان انا كنت موجود في قناه النادي الاهلي، وفرصه حلوه ان انا اتكلم شويه عن النادي الاهلي. اسعدتنا بوجودك معنا وان شاء الله يتكرر اللقاء مرات ومرات باذن الله. بشكر حضراتكم على المتابعه نهايه هذا الحوار، بشكر الناقد الرياضي الاستاذ احمد عويس، واشكر حضراتكم على المتابعه نهايه هذه الحلقه من حلقات الاهلي ليله. شكرا والى اللقاء.